مرحبا شباب، كيفكم؟ شلونكم؟ ان شاء الله انتم بألف خير بعودة طويلة. ان شاء الله رجعنا لكم بدرس جديد. شو نعمل؟ لايك سبسكرايب لايك سبسكرايب مثل ما شايفين هون. اوكي، ما تشترك في القناة، لايك سبسكرايب. الحمد لله حاليا حصلنا، عم اشتغل انا حاليا ضل شي سنة وشوي سكيورتي ريسيرش، يعني مو كموظف، كفريلانس بشوف بوكس بمايكروسوفت. والحمد لله حصلنا الموست ديليبر ريسيرش بفضل الله تعالى، بظروف كثير صعبة. وضع الكهرباء سيء جدا جدا، لا كهرباء عم نشوفها، لا عندي طاقة شمسية، والله لا عندي طاقة شمسية، ووضع الكهرباء جدا صعب، ونت سيء جدا، وضع الكهرباء سيء جدا، والتعليم كثير صعب صاير في سوريا ومعقد وسيء جدا يعني. فالحمد لله انجاز نار كبير، الحمد لله حصلنا الموز بالريسيرش، مو اي واحد بيحصله. انا كسوري وصلنا فخر لبلد ورغم ظروف البلد بصمة مثل ما ملاحظين هون شباب. وفيك تشوفوا اسمي بسنة 2023 طبعا من الليدر بورد من ميس بيليبي ريسيرش. مثل ما شايفين هاي الصورة من ايميلي، تمام؟ مثل ما شايفين هون شباب، ميس بيليبي ريسيرش بفضل الله تعالى بسنة 2023، مكتوب دير احمد على الصفحة. تشوفوا اسمي ان شاء الله على موقع مايكروسوفت بإذن الله بشهر أغسطس، تمام؟ تمام. مو بس هيك شباب، حصلنا ثغرة بأوراكل، ضاف اسمي كمان برضو مرتين بأوراكل. مو بهيك شباب، كمان عملنا تقريبا شغل تقريبا ل 495 شركة عالمية، مؤسسات وشركات عالمية جدا وحكومات. فهيك شباب بتمنى تشتركوا بالقناة واللايك سبسكرايب، اللي حابب يشتركوا هسه على اليوتيوب ممكن تشوفوه. ان شاء الله عم نطور حالنا رغم الظروف الصعبة جدا الصعبة، وانا الحمد لله بفتخر ببلدي انه عملت انجازات منها. فيني حتى اكثر من هيك، لو كنت برا البلد بظروف احسن من هيك، بطب نفسي احسن من هيك، بوضع بلد احسن من هيك، بدراسة احسن. الحمد لله كله لخير، نجحنا نجاح كله لخير، الحمد لله نجحنا نجاح ولو بسيط بظروف جدا صعبة وغلاء معيشة كتير فاحش. الحمد لله قدرنا نتجاوز القصص، والحمد لله يعني عملنا إنجاز كتير كتير حلو. بتمنى إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله نعمل إنجازات أكتر أكتر، وفي عندي طموحات أكتر. بس ما أحكيكم، خليكم إن شاء الله جديد جديد إن شاء الله. جت لي فرص كتير، فرص عمل بشركات كتير كبيرة بأمريكا كذا، بس مشكلة عم يكونوا مو جديين، يعني ما تقول لهم خلص انا حيطلعوني على أمريكا، وهنطلع على أمريكا وخلص وفيزا وكذا، وتواصلت معهم قال والله الروت سكر. طيب كيف يعني انتوا بعتوا وظيفة يعني؟ فجت لي فرص بشركات كبيرة يعني بصراحة بيطلع على أمريكا وفيزا، كنت أنا متأمل أطلع السنة بأمريكا وعيش بأمريكا الصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.